الله ديما نكون عند حسن ظن الناس اللي تبرمجني في المهرجانات نتاعهم، ونكون عند ظن وعند حسن ظن الجمهور اللي يحضر بهالكثافة هذية، وربي يعطينا صحة بدن وضوء البصر، وإن شاء الله ربي يعمر بلادنا بالحب وبالخير وبالسعادة يا رب. كل مرة يسألوني السؤال هذا، يا الطبيب اللي يمشي يعمل عملية يبعد علينا البلاد كل ويش في مرضانا، ما يهموش في كلينيك ولا في مستوصف ولا حتى في الشارع باش يعمل، المهم أنه ينجح العملية. طالع باش نغني في كارتاج ولا في القروان ولا في أي مكان من تراب الجمهورية أو خارج الجمهورية، مسؤولية كبيرة ومش سهل باش تحفر تصويرة في ذاكرة الجمهور متاعك، والأصعب أنك تحافظ عليها. وربي إن شاء الله يعطيني الصحة والعافية ونكون ديما عند حسن الظن. مش تهو باش نجامل ولا خاطر انتم قدامي تصوروا، ما شاء الله جمهور يهبل، حضور يهبل، تفاعل يهبل، تنظيم كذلك. تحية لإدارة المهرجان وعملتها، وإن شاء الله إن شاء الله في أقرب فرصة نبني وكذلك ولا نعمل مسرح كبير في القروان اللي تستاهل كل تاريخ، مش أنا باش نحكي على القروان. الحمد لله. الحياة FM، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة FM.